والجزائر وتونس وهناك ممتلكات خاصة لناس كان عندهم الملايين بحسابات البنك وتم نهبها ولا بل سرقتها. هناك مش بس ممتلكات خاصة، ممتلكات عامة. خذ مثلا الجزائر، الجزائر ما كان في يعني كتير يهود ولا في ممتلكات يهود، لكن هناك عشرات الكنائس المعابد اليهودية. شو صار فيهم؟ عملوهم مساجد. هل هذا يقبله أي إنسان؟ هل هذا قانوني؟ خلينا نروح على مصر. بمصر بكل حرب صارت بين إسرائيل ومصر، مصر استولت على حسابات اليهود. وبال 56 حرب السويس، مثل ما بيسموها العدوان الثلاثي، أكثر من 70 مليار دولار جمال عبد الناصر سرق من اليهود. وهناك عائلات شيكوريل، قطاوي، سموحة، سواريز، كل هؤلاء العائلات كان عندهم ذهب، كان عندهم مفاعل، كان عندهم مفاعل كوكاكولا، كان عندهم شركات، كان عندهم فنادق، فنادق الكونتيننتال. هذا أول شيء. بعدين مصر يعني سرقت يهود بالحرب 67 والحبل على الجرار. العراق الذي أنت حضرتك عراقي، مش بس أسقطت الجنسية، مش بس طردت اليهود، بل صدرت ممتلكاتهم. هناك الآلاف من البيوت في قلب بغداد، في المنطقة الخضراء، عائلة ساسون، عائلة يخسكيل، عائلة سمرة، عائلة بلاش، عائلة بلانكا. نعم. كل هذه العوائل تركت ممتلكات. نعم. أولا تقولون أن اللاجئين الإسرائيليين، لا يوجد هذا المصطلح في القانون الدولي، لم تصدر عن مهيئة دولية، عن الأمم المتحدة مثلا، تعبير يسمى اللاجئين الإسرائيليين، بل يوجد تعبير اللاجئون الفلسطينيون. وبالتالي فمن الناحية الدولية والقانونية لا يوجد لهؤلاء من تصفهم باللاجئين حقوقا في هذه البلدان. عدا عن ذلك، لم يجبر أحد اليهود على الهجرة، ولم تصدر قوانين تعارض وجودهم في هذه البلدان إلا فيما ندر وفي لحظات تاريخية سنتحدث عنها. ولكن المعروف أنك يعني شخصيا ربما أو أجدادك أو عائلتك تسكن الآن في بيت فلسطيني، بينما اليهود حين سكنوا في البلدان العربية لم يعتدوا على سكن أحد ولم يعتدى على سكنهم إلا فيما ندر كما قلنا. كيف تعلقون على ذلك؟ أول شيء، مع كل احترامي لشخصيتك، أنت غلطان. هناك مصطلح اليهود، اللاجئين اليهود، ومن 7 سنين الكونغرس في الولايات المتحدة والكونغرس الكندي يعني عملوا قرار من أجل تعويض اللاجئين اليهود، وهذا شيء مؤكد 100%. هذا أولا. ثانيا، هناك الآلاف. يا سيد كوهين، الكونغرس الأمريكي ليس حكومة العالم، ليس حكومة العالم. توجد منظمة الآن في هذه اللحظات تحتفل بمرور 75 سنة على تأسيسها، هي التي تتحكم يفترض بهذه القضايا، ليس الكونغرس. الكونغرس هذا يخص الولايات المتحدة، صح ولا لا؟ أمريكا هي أم الدنيا أول شيء، بس خليني أكمل لك. لا، مصر أم الدنيا. مصر أم الدنيا. ساكنين. مصر أم الدنيا. أمريكا عمرها 200 سنة. أم الدنيا. نعم. نعم. مصدر القرار في الدول العربية هي واشنطن. يعني خلينا نكون صريحين، من 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 يمتلك القرار؟ من يعطي للحاكم العربي أو الملك العربي الكرسي؟ يعني إذا ما كانت أمريكا. خلينا، هذا موضوع تاني. بس هناك آلاف من العرب ساكنين ببيوت يهودية بليبيا، بمصر. بمصر فيك تشوف هلأ نادي سموحة. هذا النادي سموحة تابع لعائلة يهودية وذات الاسم، وما غيروا الاسم. وفيك تشوف المجين دافيد، النجم الداود، على كل الشوارع، الحارات اليهود في مصر. هذا غير صحيح. هناك كمان اعتراف دولي، وكانت بالأمم المتحدة كان في من 5 سنين مؤتمر خاص بالنسبة للاجئين اليهود. الآن لا يوجد لاجئين يهود، لكن يوجد ممتلكات اليهود. وهناك لجنة سرية تم تأسيسها
منذ 3 سنين وقدمت الحكومة الإسرائيلية قدمت تقرير، ومن هذا التقرير في قيمة الممتلكات أكثر من 200 مليار دولار، وهذه ممتلكات خاصة. هذه الدول العربية التي تطالبون منها بتعويضات ستقيم علاقات طبيعية معكم ربما، يعني لا ندري، قسم منها يعني الإمارات، دولة الإمارات العربية لم يجد فيها يهود، البحرين لم تطرد يهوديا يوما من الأيام، واليهود في البحرين يتمتعون بوضع ممتاز جدا، بل بينهم يعني مسؤولين كبار في الدولة، وبالتالي يعني ألا تعتقدون بأن هذا يكرس التصور الموجود لدى العرب بأنكم تريدون إقامة دولة من الفرات إلى النيل؟ هذه خرافة سيد العزيز. إسرائيل تهمها فقط حدودها وأمنها. لكن تكلمت عن بعض الدول الخليجية، في يهود من الكويت تم طردهم بسنة بالأربعينات والخمسينات، وهناك مقبرة يهود، وهناك ممتلكات بالكويت لليهود، ومش بس الكويت، عندك الدول العربية اللي أنا قلتها، العراق. يعني إسرائيل لن تطبع مع العراق لو ما إذا ما حلوا هذه المشكلة. هناك يعني إسرائيل، إسرائيل لا هي علاقة لها، يعني العراق برأيكم العراق سيطلب التطبيع مع إسرائيل، وإسرائيل ستمتنع عن التطبيع إذا لم يقدم التعويضات؟ نحن كمنظمة سنمارس الضغوط على دولة إسرائيل بأن لا ترتكب هذه الحماقة التي ارتكبتها مع كامب ديفيد مع مصر. مع مصر إسرائيل لم تطالب المصريين بالممتلكات اليهود، وممتلكات اليهود جمال عبد الناصر وزعها، لغيت وزعها للفقراء، صدقني كان أحسن، وزعها لجنوده ولجنراله المصريين. ولن نرتكب هذه الحماقة. يجب على إسرائيل، وأنا نصحت وسأنصح، أن تطالب كل دولة قبل التطبيع بإغلاق هذا الملف الشائك، وهو ملف التعويضات، والتي كما قلت من أبسط حقوق الإنسان. العرب لما بيسمعوا تعويضات بيقولوا لا، نحن لا نريد أن نحتل أي دولة. بس صدقني، وأنا أقول لك، معظم العراقيين بيتمنوا لو إسرائيل احتلتهم، يتوسلون إسرائيل تجد على الفرات، كرها من الظالم الإيراني الذي هو ينهب ثروات العراق. مش إسرائيل نهبت ثروات العراق، الإيراني، النظام الإيراني الفاشي هو الذي يقتل العراقيين. على أي حال، هذا ليس موضوع، هذا ليس موضوع حلقتنا. العراقيون من أكثر الشعوب التي كانت في مقدمة الحروب العربية الإسرائيلية، وهذا معروف الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى العمل من أجل، عملت من أجل احتلاله عن طريق القوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة. على أي حال، الآن أنتم تطالبون بممتلكات في الجزيرة العربية تعود إلى قرون ماضية، يعني أنتم الآن تقولون أن هذه خرافة، فكرة إسرائيل من الفرات إلى النيل، ولكن هذه خرافة أخرى. يعني هل تطالبون بحصون خيبر مثلا في المملكة العربية السعودية؟ هل يمكن لدولة تعتبر نفسها دولة عصرية ومدنية تعتمد على الخرافة التوراتية في دستورها؟ لا، أنا أول شيء لا أعرف أي منظمة تطالب السعودية بممتلكات خيبر. أنا لا، هذه إشاعات وهذا افتراء وهذه نصف حقائق. لا، بس قلت لك في ممتلكات بالكويت، وإن شاء الله سوف نضع يدنا على جميع الأدلة التي تثبت بأن يهود الكويت تم اضطهادهم، طردهم ونهب ممتلكاتهم. لكن كما قلت لحضرتكم، في كثير دول، يعني في من سوريا الأسد، نظام الأسد أجبر السوريين على التنازل على كل على بيوتهم إذا كان بده يطلعوا يسافروا خارج الدولة. هل أنا لا يحق لي كيهودي أن أحامي عن نفسي، أن أدافع عن عائلتي وعن ممتلكاتي؟ وحضرتك نسيت شو صار بالفرهود، نسيت شو عمل صدام الحسين، شنقة 9 اليهود 96. اليهود تم اضطهادهم.
هذا لماذا الفرهود يعني لماذا العرب يحاولون تشويش الحقيقة؟ نعم. يا الفرهود وعمليات الإعدام العشوائية سواء كان ضد اليهود أو ضد أي كان هي مدانة وساقطة، كما نحن ندين الهولوكوست وتأذية اليهود في أوروبا. لماذا تطالبون الأوروبيين الذين منهم ظهرت الفاشية ومنهم ظهرت النازية ولن تظهر من العرب والمسلمين؟ الهولوكوست والمحرقة حتى الآن الجمهورية الفيدرالية الألمانية تدفع تعويضات اليهود ودفعت لإسرائيل، وحتى يوم هذا تدفع وستدفع بعد كثير سنوات. المثل الألماني عجبني، لماذا العرب مثل الألمانيا لا يعتذرون عن المجازر التي ارتكبت ضد اليهود مثل الألمانيا اعتذرت؟ ليش الألمان بيعتذروا وليش العرب ما بيعتذروا؟ يعني يا دكتور كوهين تعرف جيدا ان الأنظمة في العالم العربي تركب على هذه البلدان ولا تنتخب. في ألمانيا تنتخب الأنظمة وبالتالي فهي تعبر عن الشارع، يعني نتحدث احنا عن عالمين مختلفين، وبالتالي فمن يعتذر من من؟ يعني المواطن العربي مغيب ومسلوب الإرادة وليس له الحق في الكلام وفي الاعتذار. على أي حال نعود إلى موضوع التعويضات وهذا المبلغ، من أين جرت الحسبة هكذا 250 ألف مليار؟ يعني كيف؟ يعني هل هنالك جرد بممتلكات؟ هناك الوزيرة جامليل قامت بتأسيس لجنة وضمت عشرات الأشخاص المحاسبين والمحاميين والاختصاصيين من مختلف الدول الأجنبية، ما كان في إسرائيليين، أغلبهم أمريكان وكنديين، وشركة محاسبة مشهورة جدا لا أقدر أن أقول اسمها، وهؤلاء سافروا إلى الدول العربية وراجعوا مستندات وراجعوا الوثائق، وهكذا تم التقدير. نعم. يعني أمريكان على شاكلة السيد كوشنير. أنا لا أعلم، كوشنير شخص وطني يحب دولته أمريكا ويحب شعبه اليهودي، لا 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 ما في عيب مثل هالشيء. يعني حسن، في هذه الحالة ما دمنا نتحدث عن الحقوق المتبادلة، ألا تفكرون أنتم المتضررين كما تقولون من تهجيركم من البلدان العربية، رغم أنه هنالك جزء كبير جدا خرجوا طوعا بعد تأسيس دولة إسرائيل، بأن يعوض الفلسطينيون الذين دمرت بيوتهم وقراهم ومدنهم، وأن يحصل اللاجئ الفلسطيني على حقوقه حتى تكون الأمور متعادلة يا دكتور؟ ما في مشكلة، خلي إسرائيل تعطيهم. أنا أكرر وأقول مجددا، أنا لا أمثل الحكومة الإسرائيلية. إسرائيل بدها تعطي الفلسطينيين تعطي، ومن الأفضل أن تعطي، لكن ملف اليهود لا علاقة له مع الفلسطينيين. أنا كيهودي عربي إذا أموالي تم سرقتها من العراق أما من مصر أما من ليبيا، ما خصني بالفلسطينيين. شو خصني بالفلسطينيين؟ وعلى فكرة المملكة المغربية ولبنان هذه الدولتين الوحيدتين يعني ما سرقوا أموال اليهود. لبنان وطني موطني، والمملكة المغربية لم يمسوا بممتلكات اليهود. يعني بيتكم، لكن ما في عندي مانع. بيتكم في جنوب لبنان لم يتعرض إلى النهب، فلماذا تطالب بالتعويضات؟ لا اللي تعرض للنهب بيكون على من قبل زعران الحزب الله، لكن الحكومة اللبنانية لم تمس، وهذا من المنصف أن أقول الحكومة. نعم. اللبنانية والزعران يا دكتور، والزعران أيضا هم الذين قاموا بالفرهود في العراق، وقد أدين هؤلاء من قبل الناس البسطاء الذين كانوا يقيمون علاقات طيبة. على أي حال، إذن يعني هل نتوقع منكم أنتم ضحايا التهجير أن تقفوا مع حقوق الفلسطينيين في الحصول على تعويضات بسبب تهجيرهم؟ ما عندي أي مانع،
الفلسطيني اللي إذا تم تعويضه لا ما عندي أي مانع، قال لك الصراحة، لكن أنا مشكلتي هي مشكلة مع الحكومات التي نهبت ممتلكات اليهود، ولا ليس ما لازم تربطها بحقوق الفلسطينيين، وهذا شيء يعني مش لازم ما لازم يعملوه. الفلسطيني هدي مشكلة تانية، وأنا كيهودي عربي عندي حقوق، والآن أقول خليني أقول لك بس أنه في دعاوي، ثلاث دعاوي قضائية ضد حكومة مصر من عوائل شهيرة، والآن يعني المحكمة بتت بتعويض مليار دولار، ومبارك قال فين ما عندي فلوس. هناك يعني قضايا يهود رفعوها ساكنين بأوروبا وأمريكا ضد حكومات عربية، لكن هذا وراء الكواليس. يعني ستدفع مصر برأيكم؟ مصر ستدفع وهي في هذه الحالة، حالة يعني الوضع الاقتصادي الصعب؟ وشو خص وشو خص اليهودي الذي تم سرقة أمواله؟ أنا أريد أن أتطرق، سيبك من التعويضات شوي. نعم. أستاذ مسافر. نعم. شو رأيك بإسقاط الجنسية العراقية وإسقاط الجنسية المصرية؟ نعم، كان هذا خطأ، من اليهود كان هذا مواطنين خطأ، والمؤرخون شرفاء. المؤرخون، وهنالك قصة معروفة أن توفيق السويدي الذي أسقط الجنسية عن اليهود عام 1950 كان قد تلقى رشوة من البريطانيين ومن المنظمة الصهيونية العالمية، وهذا مثبت في كتب المؤرخين، لأنه قام بذلك العمل بناء على مصالح خاصة، وبهذه الرشوة بنى له قصرا كبيرا في لندن. على أي حال، الآن أنتم باستمرار تتحدثون عن، لا تعطوا اليهود العراقيين. نعم، هل التطبيع مع الإمارات والبحرين، وهي دول صغيرة غير مؤثرة على حجم الصراع الإسرائيلي العربي، هل ذلك هو اقتراب أو له دخل بتطبيع مقبل مع العراق؟ أولا، لم يعد هناك صراع عربي إسرائيلي، الصراع اليوم هو إسرائيلي فلسطيني وقضية فلسطينية ومسألة أراضي. نعم، العراق دولة مهمة، العراق دولة عانت وتعاني الويلات من إيران، العراق دولة غنية والآن هي فقيرة، كلها للأسف الإيرانيين نهبوها، والآن العراق بحاجة إلى دعم الغرب، إلى دعم أمريكا، إلى دعم إسرائيلي لطرد الإيرانيين، لتحسين المواصلات، لتحسين الماء، تكير المياه. العراق لازم إعادة أعمارها. والفساد، يعني العراقيين يستطيعون إعادة أعمار بلدهم بأنفسهم، هو شعب موهوب، شأنه شأن الشعوب العربية الأخرى. سؤال آخر يقول، كان أي يهودي في الوطن العربي، العراق ليست دولة حرة، كان أي يهودي في الوطن العربي يعيش في إيران في أمن وأمان، وله وعليه مثل أقرانه من مواطنين، من المواطنين الآخرين، لكن المشروع الصهيوني وبمساعدة من القوى الإمبريالية كبريطانيا وفرنسا ساعدت في إلغاء فلسطين وإنشاء إسرائيل، فعلى إسرائيل تعويض الفلسطينيين وتعويض بلدانهم الأصلية لأنها هدت السلم والأمن. ما رأيكم بهذا الرأي لأحد المشاهدين؟ وباختصار لو تسمحون. لا، هذا كلام، هذه دعاية. العرب للأسف بتقول لك مش مثل الألمان، ما فيهم ياخذوا مسؤولية ويعترفوا، نعم أخطأنا، نعم اضطهدنا اليهود، نعم قتلنا اليهود مثل ما صدام حسين قتل أكثر من 200 ألف كردي، لماذا لا تعترفون؟ لماذا لا تقولون للإعلام نعم أخطأنا، اضطهدنا اليهود؟ هناك حسنا، دكتور، من الدولة القادمة التي ستطبع؟ هل هي السودان؟ وهل ستطالبون السودان الفقير بتعويضات أيضا؟ هو السودان يطلب الآن 3 مليار حتى يطبع معكم. السودان، أنا لا علمي لي أنه في ممتلكات يهود تم نهبها من السودان، لا علمي لي، لكن إذا تم إثبات أنه في ممتلكات تم سرقها، نعم على السودان تعويض العائلة، لكن لا علمي لي. وأقول لك صراحة، كان في يهود ساكنين بالسودان لكنهم سافروا وتركوا السودان، وحتى كمان في مقبرة بالسودان، مقبرة اليهود في الخرطوم، لكن ما في ممتلكات منهوبة. أنا أدعو لكل العرب
أول شيء أن يعتذروا، أن يعتذروا لليهود، أن يقولوا نعم اضطهدناكم. لماذا أنت حضرتك ولماذا لا يعتذر؟ ولماذا يا سيد تحترق الآن؟ لماذا لا يعتذر اليهود من الفلسطينيين الذين اضطهدوا وقتلوا وشردوا وذبحوا وعذبوا ولا يزالون هنالك ألوف الفلسطينيين في السجون؟ كلمة أخيرة، هل السودان قادم؟ ومن هي الدولة الأخرى باختصار لو تسمحون؟ يعني مش بس السودان، في هناك عدة دول. في السودان هناك توجه من سلطنة عمان، هناك علاقات مع تشاد، هناك كمان علاقات مع سوماليلاند، هناك دول أخرى وراء الكواليس. يعني ما بدي خربط القصة يعني إذا حكيتها، لكن أقول لك صراحة دول عربية كثيرة تهرول نحو التطبيع مع إسرائيل، وأقولهم مجددا تهرول للتطبيع مع إسرائيل. على أي حال أذكركم بالمثل اليهودي الذي يقول لا تثق بالعربي إلا بعد 40 سنة من موته، والعرب لن يموتوا بلا شك، ولا فلسطين ستموت، وسيطالب الفلسطينيون بحقوقهم باستمرار. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، خليهم يطالبوا. نعم، الدكتور إيدي كوهن عضو جمعية ما يعرف بمنظمات اليهود النازحين من البلدان العربية والإسلامية، والتي تطالب بتعويضات عن اليهود الذين نزحوا من هذه البلدان. شكرا جزيلا لكم دكتور.